إلى الأراضي المحتلة، حيث تواصلت أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت فتاة فلسطينية برصاص شرطيين إسرائيليين غداة الإعلان عن إجراءات تهدئة بشأن المسجد الأقصى. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء موجة العنف منذ بداية الشهر الحالي إلى 54 فلسطينيا، فضلا عن مقتل 8 إسرائيليين. وأوضح صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أفعال الاحتلال تؤكد أنه لا يرغب في أي تهدئة، حيث عاد المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى المبارك وأحرقوا سيارة في القدس.